السلام عليكم متتبعي القناة، لبس عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكالعادة في أحسن الأحوال. صباح جديد في العروبية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم شنو درنا أنا والوالدة ديالي. غادي يجيو المعلمين باش يكملوا وحنا يا غادي نديروا شي شغال هكا ديال الدار. هذا الصباح هذا يلاه فقنا وعمرنا الفطور ديالنا، وماما قررت باش غادي تصبن تبدا تصبن في داكشي ديال الحوايج اللي كانوا هنايا. شحال هادي كان داك البيت اللي كان عندنا مسقف، كان فيه الحوايج وفيه الفراش وفيه المانطات، المهم فيه بزاف ديال الحوايج اللي تقريبا مده طويله هادي ما تصبنوش، كان مسدود عليهم. كاينه ديك الريحه ديال السدان، كاين الغموله. المهم غادي تبدا تصبن فيهم، وخدات شي مخدات خواتهم، غتاخد هذاك القطن اللي كاين فيهم لداخل، غادي تنشفو كيف كتشوفو هما، غتنشفو في الشمس محلينا الدار، وغادي تصبن المخاد وتصبن هذوك وغتصبن الطلامط والمعلمين غيخدموا. المهم احنا اي حاجه درناها راني غادي نشاركها معاكم. نحيدو من مع الريحه ديال كتبقاو مسدود عليهم، كنحيدو من الريحه تكون فيهم الريحه ديال بحال ماشي غموليه ولكن كتكون واحد الريحه شويه. هادي شحال ما حليناش عامين، هادي ما زلناش. هي بغات تصبنهم باش تحيد دير فيهم الريحه ديال الصابون، كان مسدود عليهم شحال هادي. صافي خرجت غير برا. دابا حنايا في العروبيه راه ما عندناش الماكينه، صبنات غير بايدها، وهذا الشيء هي السلعه اللي كانت باقا من البارح. غادي يجيو المعلمين باش يكملوا الخدمه ديالهم. هي كتصبن وانا غادي ناخذ الحوايج غنشلل وغادي ننشر. واخا ما عندناش فين نشرو، خدينا غير الحبال وربطناهم في الحيوط في الشجر، ماشي في الحيوط، ربطناهم في الشجر وكنشرو فيهم. ماما دابا راه كتشد داك القطن وكتفكو بيديها باش فاش تحطو في الشمس يتشمش من الداخل. هنايا فين فطرنا راها صبنات هاد الحوايج ونشرتهم ليها هنايا، ما لقيناش فين نشرو، نشرنا ورا الدار ونشرنا في الشجر. غنبركو نرتاحو شويه ان شاء الله وغنوضو باش نوجدو الغدا ديال المعلمين، حيت غادي يجيو خاصنا نوجدو ليهم حتى هما غداهم. صافي هنايا كانت باقا الصينيه ديال الفطور، بركنا شويه، ضروري من هاد البركه نخطفوها حيت ما يمكنش نبقاو نديرو غير الشغال، وحنا جينا للعروبيه بغينا نقضي بغينا نبنيو داكشي، ولكن في نفس الوقت بغينا نفوجو شويه. حنا باركين دازو دوك النعيجات، هذه هي الطريق ديالهم. صافي دابا راه وليتو كتعرفوهم، كل فيديو كنصورهم ليكم، هما راجعين تاني للدار. ملي ارتاحينا شويه نضنا باش نعمروا الماء، حيت المعلمين غيحتاجوا الماء. نضنا خدينا جمعنا البرامل كاملين وهذا البرميل الكبير اللي كنا شريناه نهار السوق. صافي غادي نعمروهم باش نوجدوهم، يجيو المعلمين يلقاو الماء عندهم، هما غادي يخدموا اليوم في الدار الداخل. داكشي علاش نشرنا حنا الحوايج برا، ما غتكونش الغبره برا. الدجاج كيجي حدانا حقاش كنحطو هنايا الخبز وداكشي ديال الماكله، كيجي ديما كيتجمع حدانا.
من بعد ما عمرت الماء جيت لقيت ماما هي صوبات الغداء، دارت طاجين باللحم والخضره ردات ويطيب، وعجنات الخبز وعجنات صوبات الشهده. هنايا فاش قرب يطيب الطاجين طلعت عليه الخضره، ودابا غترمي هذيك الشهده في الفران. هي صايبت هذه الشهده صافي، وهذا الخبز اللي عجنات، وغادي نمشي باش نشوف المعلمين شنو داروا وغنصور لكم شنو داروا معانا. هنايا راهم خلطوا كيخلطوا السلعه، كيخلطوا السيمه والكياس والرمله. دابا هما كيضربوا المرطوب، هنا راه ما دايرينش الكياس، دايرين غير السيمه والرمله. هذا هو المرح، داك الشيء اللي كانوا زادوه الفوق راه صافي كرم. ودابا يمشوا باش غادي يمشوا يسقفوا البيت وسقفوا الكوزينه، واخا باقي ما كملوش السقف ديال الكوزينه، المهم سقفوا داك الشيء تاع يعاودوا يقادوه مع المرح. هنا يركبوا الشراجم، هنا السقف باقي غيكملوه مع المرح، وهنايا راه ركبوا الشرجم ديال الكوزينه وباقي غيضربوا المرطوب. الشرجم جا صغير صراحه، واخا درنا 80 على 80 جات صغيره مقارنه بالطول ديال الحيط ديال الكوزينه. وهنا ركبوا الزنق، واخا باقي غادي يسدوا له تيضربوا المرطوب، بعد غيسدوا له دوك التقابل اللي كيبانوا تحت الزنق. وهنايا راه باقي ما دوزوش القوادس، غيدوزو من الحفره، هادو هما القوادس راهما باقين. وهنايا راهم ركبوا عاوتاني الشرجم ديال البيت وسقفوا، وحتى الارض دكوها باش غادي يديروا فوق منها البصلانه. هنايا كي كتشوفوا ركبوا الشرجم وخلوه باش غادي يكرم. هذا الشرجم باقي ما ركبتوش، غادي نسد بلاصته وغادي نرطب عليه، غادي ندير عليه المرطوب زعما قلت ليهم يديروا عليه المرطوب ويخليوه حتى المره الجايه. المهم يركبوا لي غير هذا دابا مؤقتا، هذا كيشوف في اللور ديال الدار وكيشوف بلاصه خاويه، يعني نقدر هنايا الطله كتكون زوينه من هذه البلاصه. هنايا راه باقا هذه البلاصه خاويه لان البيت، هذاك البيت اللي حنا باركين فيه باقي خصهم يعليوه، باقي ما حيدوش له السقف حنايا حيت باقي باركين فيه وباقي حوايجنا فيه، داكشي علاش مخلين ديك البلاصه مؤقتا حتى يقادوا السقف ديالو، حتى يديروا العلو مع الدار عاد باش غادي يسقفوه. وهنايا هذا هو الشرجم فاش كنطلوا، راه الدنيا خاويه من ورا الدار. هنا كيف كتشوفوا ديك الشهده راه طابت، واخا ما جاتش منفوخه مزيان حيت كانت فاش بغات الدهنه بالبيض هبطات، والطاجين حتى هو راه طاب والخبز حتى هو. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هنايا راه صايبات غير الطاجين ديال اللحم بالخضره، وراه جا زوين، غادي تحط المعلمين يتغداو، ومن بعد ان شاء الله غنصور لكم ثاني فين وصلوا. هنا راهم بداو المرطوب كيف كتشوفوا، هاد الحيط راه ضربوا فيه اكثر من النص، والحيط الاخر حتى هو قربوا يكملوه، غادي يكملوا المرطوب ديال هاد البيت عاد باش غادي يدوزوا يمرطبوا الكوزينه. هاد الشرجم قلت لكم راه غادي يديروا عليه المرطوب، غنخليه حتى المره الجايه فاش نجي ان شاء الله عاد غادي نركب له شرجم اخر. هنايا راه جابوا الرمله، كانت الرمله تقريبا بدات تقادات، عيطنا لهذاك اللي تيجيب الرمله. هذه قلت لك
غنرجع نوريكم هنايا فين وصلوا المعلمين. هنايا راه تقريبا كملوا داك المرطوب، حيت هذا الحيط كان اصلا فيه المرطوب اللي على اليمين، بقى ليه غير شويه. هذا كملوا حتى السقف وسدوا دوك الفراغات اللي كانوا الفوق من الجهتين، وحتى داك الشرجم اللي كان في الحيط الاخر حتى هو مرطبو عليه، وغادي نمرطبو عليه من برا. وحتى المره اخرى ان شاء الله العام الجاي ولا الشتاء عاد باش نجيو نفتحوا شرجم اخر. دابا غنديكم نوريكم ماما جبدت السدادر وبدات باغا دير لهم فيرني في الجنب. العود كان بقى هذا العود قديم، بقى عندنا في داك البيت اللي كان عندنا هنايا، وبغات دير له فيرني هنايا في الجنب. جابت اكلنا شرينا نهار مشينا تقدينا، شرينا هاد الحك هذا ديال الفيرني، هو صباغه وفيرني او ميم طون، زعما ديك الصباغه وهي فيرنيون. غتزيد فيها ليسانس، وكنا شرينا الشيته، غادي تخلطها مزيان وغادي تبدا تفيرني بها داك الجنب ديال السداري. صافي هنايا راها كملت هاد السداري وفيرنات معاه سداري اخر. كيف كتشوفوا النتيجه جا زوين من الجناب. صراحه انا في الاول قلت ليها ترمي كل شيء وما بغاتش، قالت لي غادي نغسلوهم ونفيرنيوهم وغادي نرجعو نشمشوهم زعما مزيان وغادي يرجعو هما واحد البلاكارات ديال الكوزينه، حتى هما كانوا هنايا قدام وما المهم كان مسدود عليهم فيهم الريحه وداك الشيء. قالت لي نغسلوهم ونشمشوهم هنايا ونعاودو نديرو ليهم فيرني، وصراحه النتيجه زوينه عجبتني. هنايا راها غتعمر المخاد. دابا راه الغروب، بركنا ثاني ورا الدار، الجو رائع. واخا التليفون ما غاديش يصور لكم الجو كيف ما هو، الجو رائع صراحه. بركنا هنايا غادي تعمر المخاد، وصراحه ملي شفت النتيجه شجعتني حتى انا نصبغ السدادر اللي باقين ونصبغ دوك البلاكارات اللي كاينين في ديال الكوزينه، نغسلهم ونشمشهم وعاد نفيرنيهم. كيف كتشوفوا هذا الغروب والجو ولا اروع وبارد، بقينا باكين هنايا كنستناو حتى يسالي الغروب. وماما عمرات المخدات ديالها، وغادي نرجعوا نمشيو نباتوا في دار خال ماما حتى الغدا ان شاء الله تاني، ونعاود نصور لكم فيديو اخر واشنو درنا عاود تاني في نهار اخر. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنسوش دعموني بلايك وتخليوا لي تعليقاتكم، وان شاء الله اي حاجه درناها راه غادي نشاركها معكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.